سي ان فاكتور دومينو، لكن مش هذاك كهو. القلايب كانت موجوده، الجرينتا موجوده، سي انفيستي افون الملاعبيه كل حطوا كل ما عندهم، زاد فما مونتال سوليد، فما اندورونس مونتال، فما امنا بامكانياتنا، فما لا كونفيونس، لابليكاسيون تكتيك، الكاليتي تكنيك، كل شيء توجد اليوم، كل شيء توجد اليوم بثوب البطل، واللي يلعب ثوب البطل اللي يستحق تيتر. انا واحد من الناس نستغل هذوما الملاعب الذكي والانسان بصفه عامه وقت اللي يبدا سوز استيمي ما من جمهورنا، للاسف معناها نسبه كبيره من جمهورنا من سوق حالهم بكل لطف، معناها عيب انه الاولمبي البيجي معناها فريق منور منور ناديه مع امتداد التاريخ ثلاثه كؤوس مع اجيال سابقه سوبر كوب قبل، اليوم مناسبه نتاع نهائي يحضروا 1000 ولا 2000، معناها بالنسبه لي انا نسوقها بكل لطف، معناها ننتظروا منهم اكثر من هكا، يلزم مسانده الفريق رغم الملاعبيه محتاجين للجمهور نتاعهم، والاولمبي البيجي عنده جمهور كبير وعنده اوفياء وعنده احباء. اليوم الملاعبيه وراو اللي رانا معناها مهما كانت لي كونديسيون ديفافورابل بيتيتر والادفيرسير تري سوليد، رانا كبار وراو عندنا الشخصيه وراو عطاهم برشا رسائل ايجابيه. وحاجه اخرى ليهم هما بيان سور رسموا مستقبل ارواحهم، اليوم برشا ملاعبيه شوف الارضيه على الناس كل رادس الله غالب الي سور اكسبلواتي مستهلك برشا الله غالب ملاعب في تونس. احنا زاد الاولمبي البيجي نعانيو ما عندناش ملعب نتمرنوا، نلعبوا في الترطان اليوم اول مره نلعبوا في غازون، معناها بوكو دي كونديسيون دي. وانا شو نقول النجاح مش لي كونديسيون هي اللي تنجحوا كهو، رغبتك وقدراتك والطموحات نتاعك ولا فولونتي، خاصه رغم الظروف الصعيبه اللي يعيشوا فيها اللاعبين والحمد لله.